للبحرين حملة انطلقت في حلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات من صباح الأمس وحتى نهاية العام الجاري، حيث ستتكون من فعاليات مختلفة. وانطلقت الحملة برعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، حفيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. يسرني أن أكون موجود في هذا الاحتفال، وأشكر الحقيقة كل القائمين على هذا الاحتفال وعلى هذا المهرجان الطيب، وأشكرهم على تعاونهم في مساعدة الجامعة، وهذا هو رمز للولاء للوطن، وأشكرهم على هذه الجهود الكبيرة التي تدل على ولائهم لهذا الوطن الغالي. ونتعلم حب الوطن من قيادتنا حفظهم الله، وسيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان هو قدوة لنا في حب الوطن وفي خدمته. وأشكر كل من قائم مساهم في هذه الاحتفال وسبب في إنجاح هذه المهرجان، وأخص بالذكر شجرة طيبة وكل هذه المؤسسات الخيرية. نتمنى دائما أن تكون لها فعاليات في المستقبل لصالح هذا الوطن الغالي وفي حب هذا الوطن، وهذه يدل على تعلقهم وحبهم وجهودهم الكبيرة في حفاظ وفي حب الوطن، ونشكرهم حقيقة على هذه الأفعال الطيبة. تكريم الجهات الراعية لحملة كلنا للبحرين تم من قبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة حفيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولجنة شجرة طيبة التابعة للجمعية البحرينية لتنمية المرأة تنظم الحملة التي سيخصص دخل أولى فعالياتها لدعم جامعة البحرين بعد الأحداث التي مرت بها والتخريب الذي طالها. فكرة الحملة جت طبعا من عقب الأحداث اللي تعرضت لها البحرين عموما وجامعة البحرين بالأخص. طلبة تعرضوا لشيء كان وايد فظيع وايد كريه، الواحد ما يقدر حتى يتذكره. الجامعة هالمبنى الصرح التعليمي يعني الرائد في البحرين، مبنى من أجمل المباني في البحرين، تعرض لها التخريب باسم الإصلاح. هذه مو بإصلاح، يعني ما أعتقد أن البحرينيين يسمون هذا الشيء إصلاح. الإصلاح إحنا البحرينيين الصجيين، إحنا اللي نقوم بإن شاء الله وبنعمر البحرين كلها وبنعمر جامعة البحرين ونرجع الطلبة إلى ما كانوا عليه من قبل إن شاء الله. الجمعية البحرينية لتنمية المرأة تأسست في عام 2001 ولها إسهامات خيرية كثيرة. هي جمعية تأسست سنة 2001، صار لها حين 10 سنوات من تأسست. هي بدأت الفكرة فكرة شجرة طيبة من تجمع عائلي وأصدقاء، نتجمع في مجلس الله يحفظها سمو الشيخ زين بنت خالد بن عبد الله الخليفة. فبعدين هذا التجمع تحول إلى لجنة تابعة ونقوم بأعمال خيرية. الجمعية البحرينية لتنمية المرأة ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وجهد مشكور من فئة طموحة ومعطاءة من فئات الشعب البحريني الوفي.